ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب أمثلة لهذه الدنيا حتى يستفيق المسلم، لأنه من حيث الأصل ابن آدم يحب الدنيا، ولا أحد ينزه نفسه، لا، ولكن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الدنيا مثلا، أتدرون ما هو هذا المثل؟ هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا ضربه بمطعم ابن آدم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: إن مطعم ابن آدم مثل للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. سبحان الله، الطعام يشتهى أكثر إذا ملح وقزح، يعني تبل بالتوابل، وكلما كان الطعام أعظم لذة وأشهى أكلا كلما كانت فضلات ابن آدم منه أشد نتانة وخبثا وقبحا. تلكم الفضلات شبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهوات الدنيا. شهوات الدنيا كلما أكثر منها الإنسان كلما كان مغبة ما أكله من هذه الدنيا بإسراف وبنهم، كلما كان أعظم نكاية به بعد موته، بل ربما في حياته. نعم، الضغط، السكر، الأمراض المستعصية تصيب كثيرا من هؤلاء.